مشاهدينا اهلا بكم في تغطيه جديده ولايف جديد على موقع صدى البلد. احداث كتير في نادي الزمالك الفتره دي وخلافات مع الاتحاد المصري. ايه اللي حصل في شكواه ضد الاتحاد المصري؟ وهل هينتقل فعلا احمد فتوح للنادي الاهلي؟ طب ايه تطورات ازمه كهربا؟ تفاصيل كلها في تغطيتنا النهارده. اعلن المسؤولون في نادي الزمالك عن تقديمهم شكوى للاتحاد المصري لكره القدم ضد الاتحاد المصري بسبب ازمه القيد. لكن صرح الاعلامي محمد شبانه انه فوجئ نادي الزمالك برد محاميهم الدولي بشأن القضية، وأنها هتكون خسارة لأنها بتعد من الشؤون الداخلية في الاتحاد المصري، ولن يتدخل الفيفا في أي قرار من تلك القرارات. أكد كمان شبابنا أن الفيفا هيؤكد أن ملف القضية قيد اللاعبين شأن داخلي، والزمالك من حقه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، والزمالك حال اللجوء للمحكمة الرياضية، فالموضوع تقريبا هياخد شهرين على أقل تقدير، وبالتالي هيبقى فيه مشكلة، لأن الدوري خلاص هينتهي بعد 5 شهور. عشان كده نصح المحامي الدولي لنادي الزمالك إدارة النادي بعدم تقديم أي شكاوى أو رفع أي قضايا في المحكمة الرياضية. أما بخصوص لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، فأكد شبانة أن اللاعب بالفعل وسطاء عرضوا إمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك، وقررت إدارة الزمالك استدعاء وكيل فتوح من أجل تجديد عقده وتعديله ماليا، خصوصا أنه بيتبقى فيه تقريبا موسم ونصف فقط. أضاف كمان أن الزمالك بيسعى لتعديل عقده ماليا ومساواته مع زيزو لمنع رحيله بأي شكل مع نهاية عقده، ولا يجوز الحديث حول وجود أزمة بين زيزو وإمام عاشور بهذا الشكل في وسائل الإعلام، خصوصا بعد رحيل إمام عاشور إلى الدنمارك، فيجب المحافظة على القوام الرئيسي الموجود حاليا في النادي. على جانب تاني برضو، ووصولا من أزمة لاعب الزمالك إلى أزمة لاعب الأهلي حاليا ولاعب الزمالك سابقا، فأكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التظلمات بالفيفا ناقشت قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بعد ما اتقدم النادي الزمالك شكوى ضد اللاعب بسبب عدم الحصول على الغرامة المالية. وبالنسبة إلى الطرفين سواء كهربا أو حتى نادي الزمالك، أضافوا أنهم هيقوموا بالطعن على قرارات لجنة التظلمات أيا كان القرار، سواء تأجيل مناقشة القضية أو إيقاف اللاعب مجددا. وختم، لو وصلت القضية إلى طريق مسدود ولا بد من دفع الغرامة، سوف يقف الأهلي بجوار كهربا ويتم إنهاء الملف تماما. الجدير بالذكر أن نادي الزمالك بيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة. وبيستعد حاليا نادي الزمالك لمواجهة مهمة في افتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شباب الجزائر يوم الجمعة الموافق 10/2 على استاد القاهرة الدولي. مشاهدينا، في الحقيقة دي كانت آخر مستجدات ملفات نادي الزمالك واللي مهتم بيها الفترة دي. لسه متابعين مع حضراتكم كل جديد، بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.